الفتاوى التي تذكريها لم تصدر عن هيئة كبار العلماء أو عن أي جهة رسمية، ولكن هل تستطيع أن تخرج كل داعية أو كل إمام مسجد وتمنعه من أن يقول رأيه؟ ولكن دكتور بطرخي اسمح لي، ولكنها تقوم بهذا الأمر إذا ما خص فعلا، إذا كانت فتاوى تصدر بحق الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي، من لندن تكلم يمكن 10 ربع ساعة دكتور بطرخي وقال كلاما، يعني هو أتبع بمحاضرة. طيب تفضل وما قاطعتيه ولا لحظة. تفضل، لسه أنا بقول كلمة أنت بتقاطعيني، أنت ما أدري موقف. لا أنا أردت فقط أن أوضح لك بأن المملكة العربية السعودية تقوم باعتقال من يحاول أن يصدر فتاوى بحق الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في السعودية، فلماذا لا تقوم المملكة باعتقال من يصدرون الفتاوى التكفيرية؟ أنا بروح كل جمعة على المساجد، نعم، وبسمع كلام ضد الكفار وضد أمريكا وضد المشركين، ولم أسمع يعني غير مرة أو مرتين كلام يعني طائفي، ويعني وكان لي موقف منه، والدولة نفسها لها تعليمات موجهة إلى كل المساجد باحترام الطوائف الموجودة في المملكة وغيرها. لكن بالنسبة لأمريكا، هناك من الأئمة في المساجد، مع أني أعتبر أنه هذا خطأ، يدعو على المشركين ويدعو على النصارى واليهود في نهاية كل خطبة جمعة، وهذا الكلام موجود ومنتشر فيه، فليس صحيحا أنه. وبعدين الأخ اللي بيتكلم الهاشمي، أنا بسمع كلامه وكنت أعتقد أنه بيتكلم عن إيران وتدخل الإيراني في العراق، وأعتقد أنه بيتكلم عن السعودية، يعني كلام عجيب، أنه حتى لو أراد أن يبدو موضوعيا نتكلم عن تدخل الدول الأخرى كإيران. ولكن دكتور بطرخي، هل تقوم إيران بتكفير الآخر؟ هو مركز على المملكة العربية السعودية، رغم أن الأدلة التي أمامكم تتكلم عن ضابط سابق اشتباه في اسم، وعليها ركبت كل هذه القصة كأنما هو زر وقيت عليه بدلة. هذا هو اعتراضي على المنهج، منهج الاتهام ومنهج التقول ومنهج الافتراض المبني على معلومة قد تصح وقد لا تصح. طيب دكتور أرجو أن تبقى معي دكتور بطرخي. دكتور حسن، يعني هل لديك تعليق قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر؟ نعم أنا أريد أن أقول أن إيران لم تفجر مكانا في العراق، لم يعتقل إيراني واحد، السعودية هي التي تفجر. الشيخ اللي حيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى هو الذي أفتى بإجازة الجهاد في العراق، قادة القاعدة هم الذين ذهبوا إلى هناك وقتلوا هناك، ومفتي القاعدة ومنظرها قتل هناك، فحرام واحد يقدر يقول لي والله أن هذا العنف جاي من مكان آخر. وليست القضية قضية فرد واحد، القضية هي عشرات بل مئات، ومعروف هناك أرقام 40% من الذين يأتون إلى العراق هم من السعودية، وكذلك أنت يكفيك أنه 15 من 19 فجروا 9/11 في 9/11 هم سعوديين، الذين يعتقلوا في المغرب سعوديين، يعتقل العديد من في المغرب، وأينما تذهب الانفجارات في بريطانيا كان لها علاقة بسعوديين. الحديث ليس فردا، وإلا لم يكتب لنا مرة سليمان الهتلان مقالة في الوطن كيف تفجر نفسك هذا المساء، هذا لم يكتبه لنا الغرب، وليس اتهام غربي، هذا مقال كتب في الصحافة السعودية نفسها. فلهذا الذي أريد أن أقوله، أن السعوديين ضعفاء في هذه القضية، هم الذين يذهبون بها عريضة في هذا الأمر. أمريكا أيضا خلطت بين القاعدة وصدام الشيخ، القاعدة كيان مستقل يعاد السعودية ويعاد الحكم في السعودية، وعمل تفجيرات في السعودية أكثر من عمل تفجيرات في العراق. لا نخلط الأوراق لو سمحت. وين أكثر يا أخي، واحد يكون معقول شوية في تصريح في كلامه. طيب يعني دكتور بطرخي، يعني كثيرون يقولون في السعودية هناك تيار إرهابي تكفيري، لا يمكن إنكار هذا الموضوع، يدعم فقط القتال والتكفير في العراق وتحديدا تجاه الطائفة الشيعية، لماذا؟ معظم أركان القاعدة أو معظم أعضاء القاعدة في العراق هم سعوديين ولا عراقيين؟ هل يعني ذلك أن العراقيين مرتبطين بالقاعدة؟ القاعدة موجودة في كل بلد عربي وفيها جنسيات مختلفة، من اليمن إلى المغرب إلى موريتانيا، بل حتى أفارقة، يعني النيجيري هذا كمان سعودي. نعم، ولكن دكتور بطرخي، يجب أن لا نخلط بين القاعدة وبين بلد معين. القاعدة ورجالها السعودية بما فيها السعودية، ونحن نحاربها كما هم يحاربونها في العراق وكما تحاربها الدول الأخرى، ونحارب هذه التيارات التكفيرية.
ولكن يجب لا ان لا نخلط بين يعني كيان او جهه ارهابيه وبين الدول التي تتلذذ بنار هذه القاعده وهذه الجهه. طيب دكتور حسن حمزه الحسن، كيف تفسر يعني في ظل ما تفضل به الدكتور بطرسي حمل غالبيه الانتحاريين الارهابيين في العراق الجنسيه السعوديه؟ يعني هذا لست انا احلل هذا، اي واحد باحث اجتماعي انثروبولوجي يعرف ان الفكر ان المدرسه الفكريه الوهابيه تخرج هذا النوع. كل الذين يقومون بعمليات الانتحار هم وهابيون. الان كم عدد السعوديين فيهم؟ هذه مساله قضيه، لكن السعوديه لم تحارب يوما ما الوهابيه والفكر التكفيري. انظروا كل يوم عندنا احنا قضيه تكفير، كل يوم عندنا قضية، هذا البريك على النجيمي على العريفي كل يوم، هذا بعد قبلها بن جبرين وبن باز والعثيمين وفلان وعلان. يا أخي التكفير هو قضية، والتكفير ليس فقط في الوهابية وإنما العنف وشرعنة العنف. نعم شرعنا العنف ضد الآخر، ثم الآن تقول السعودية أنها ضحية، صحيح الآن هي أصبحت نصف ضحية، لكن السعودية إلى اليوم تحاول استغلال القاعدة وتمدها بالرجال والمال، وهناك أطراف دينية عديدة تمدها. وإلا أنا ما أفهم يعني الآن يعني الناطق باسم الداخلية السعودية يقول أنه ما عنده معلومات تفصيلية بدل أن يدين الحادث. التفجيرات التي تحدث في العراق قل ما تدينها السعودية، بل أن أغلب، وهذا شيء مخزي. السعوديين هم في الحقيقة من هندسوا فكرا ومولوا، وهم الأساس، غيرهم كانوا مجرد ملحقات وضحايا. هذا سرع سعودي، والذي لا. وصف مفرقة الإرهاب مو أنا ولا الغربيين، هذا السعوديين كتبوه في مقالات في داخل السعودية، قالوا بلدنا مفرقة إرهاب، وقالوا أن الفكر فكر إرهاب. وأنا أحيلكم على كتابات محمد دكتور حمزة الحسن، اسمح لي، هي هذه كلها تقول هذا الأمر. طيب دكتور بطرسي، يعني التحقيقات أشارت إلى علاقة بتخطيط بين القحطاني والضوادي بقيام بعمليات وبتفجيرات خلال مباريات كأس العالم في جنوب أفريقيا. لماذا لم تتخذ يعني السلطات السعودية حتى الآن أي موقف إدانة تجاه ما يجري؟ يعني السعودية طلبت استيضاح لم تجد ردا عليه، ولكن التأكد أولا من هوية الشخص أو الاشتراك في التحقيقات.